مستمرين بعملية التحريك ببطء شديد، ما بدنا نحرك بسرعة ولا بدنا نوقف تحريك. إذا وقفنا تحريك بصير كواليسنس، ممكن تتجمع الجلوبيولز مع بعض، وإذا حركنا بسرعة يعني بصير السايز إلها صغير كثير. فهيك إحنا يعني هيك شكل المايكروسفيرز، بعرف شو واضح في التصوير ولا لا، لكن بين إنه في معلق على شكل إيمالشن اللي هي المايكروسفيرز تبعت الجيلاتين مع الدواء. احنا حطينا صبغة لونها أحمر. الآن على 30 درجة تقريبا، احنا صرنا على 30 درجة حسب البروسيجر اللي عندنا، بدنا نضيف اللي هم 20 جرام من الزيت at room temperature. فهذول بنضيفهم الآن مع التحريك. برضه ما بدنا نبالغ بسرعة التحريك علشان أنا بدي المايكروسفيرز تبين. يعني إذا حركنا بسرعة راح يصير الدروبلت سايز صغير والمايكروسفيرز نوعا ما السايز إلها بصير صغير. لا، أنا بدي أخليها كبيرة علشان تبين بشكل واضح. إذا زي ما احنا شايفين هيك، هذا الإيمالشن اللي متكون عندنا من الجيلاتين دروبلتس داخل الأويل فيز. هلا بعد هيك الحرارة طبعا عمالها بتنزل، صرنا تحت 30. رح نستعين بالثلاجة علشان نوصل الحرارة لتحت 15 أو عند 15. تحت 18 بصير ريجيدايزيشن للجيلاتين ونقدر نعمل فلتريشن. فالآن إذا ننتظر لما تنزل الحرارة تحت 18 علشان نعمل فلتريشن.